السلام عليكم. دائما في درس تحليليات الجذاع السلمي غنشوفوا ان شاء الله اليوم سؤال حول تحليل معادلتان ديكارتيتان لمستقيمين مماسين لدائره وما غير النقطة معلومه. نعيد الهدف ديال التمرين هو غنحددوا لي زيكواسيون كارتيزيان معادله ديكارتيه ديال مماسين جوج مماسات لدائره وما غير النقطة معلومة بالضبط خارج الدائرة. إذا كيسيون، لا كيسيون سي ديتيرميني لي زيكواسيون كارتيزيان دي دو تونجونت، دي دو دروات تونجونت ان سيركل سي، إي كي باس باغ ان بوان كوني. بي باغ إكزومبل 5 0. بور فيكسي لي زيدي هنايا عندنا دائرة، المركز ديالها أوميغا، دائرة سي المركز ديالها أوميغا والشعاع إف. غناخدو الحالة كيف شفنا في التمرين السابق أوميغا بدات إحليتية واحد صفر، هاد النقطة مركز دائرة لي كوردون ديالها سي أن زيرو، وعندها الشعاع ديالها لي هو إثنان جذر إثنان، ثم عندنا نقطة بي توجد في محور أفاصيل خارج دائرة، النقطة بي بدات إحليتية بي أبو كوردوني سي زيرو، نلاحظو معايا بأن النقطة بي تنتمي إلى محور أفاصيل توجد خارج الدائرة. إذا كيكون عندنا السؤال في الأول كيقول لك بي بأن بي توجد خارج دائرة، كيفاش غنبينو هاد النقطة خارج دائرة؟ إذا جميع المعطيات هادي كاينة، إذا باش نبينو بأن بي توجد خارج دائرة يكفي أن نحسب المسافة بين أوميغا و بي، إذا حسبنا المسافة بين أوميغا بي، إذا هاد المسافة أوميغا بي غنقارنوها مع الشعاع، إذا كانت مسافة أوميغا بي كرون الشعاع هادي كتعني بأن النقطة بي خارج الدائرة. كيف كتعرفوا المسافة أوميغا بي هي لاغاسين، أفصول بي في الحالة أفصول بي هو خمسة، ناقص أفصول أوميغا اللي هو واحد، أوكاري زائد أرتوب بي اللي هو صفر، ناقص أرتوب أوميغا اللي هو صفر، أوكاري. إذا حسبنا هنا غنلقى وجود المربع، خمسة ناقص واحد أربعة، أربعة وستين ستاش، وجود ستاش هو أربعة. إذا المسافة بين أوميغا بي هي 4، المسافة بين أوميغا بي هي 4، بحال 2 3 4، إذا لاحظ معايا أن 4 أكبر من الشعاع، الشعاع عندنا في هذه الحالة هو 2 جذر 2، بما أن 4 أكبر من 2 جذر 2 هذا كيعني بأن النقطة بي توجد خارج الدائرة، دونك لو بوان بي ستو تخوف على الإكستيريور دو سيركل. إذا من بعد السؤال اللي كان لي بغينا نناقشو هو تحديد المعادلتان ديكارتيتان ديال المستقيمين المماسين للدائرة، لاحظ معايا بأن المستقيم هاد دلتا 1 ودلتا 2 سون طونجون أو سيركل سي، كي باس لا دوبال دلتا 1 إلى لا دوبال دلتا 2 باس بار لو بوان بي دو كوردوني 5 0. دونك لوبجيكتيف دو ليكزارسيس دو لا كيسيون سي دو ديتيرميني إين إيكواسيون كارتيزيان دو دلتا 1 أنسي كو إين إيكواسيون كارتيزيان دو دلتا 2. لي دوني، جو ريزوم لي دوني، أون كوني لي كوردوني دو أوميغا، كنعرفو إحليتيس أوميغا اللي هي واحد صفر، نعرفوا الشعاع اللي هو 2 جذر 2، والنقطة اللي كبر منها المستقيمين خارج الدائرة ذات الحيثيات 5 0 0. من خلال هذه المعطيات سوف نحدد اون ايكواسيون كارتيزيان دو دلتا 1 اون ايكواسيون كارتيزيان دو دلتا 2. هنا غنشوفوا الجواب، إذا باش كنبداو نحدو المعادلة الديكارتية وغندير سوا دلتا سوا دلتا اون دوات اون دوات طونجونت، دونك سوا دلتا اون دوات طونجونت اسي او سيركل سي باسون اي كي باس وتمر من نقطة بي اي كي باس بار لو بوان بي. بالطبع بي قلنا دو كوردوني 5 0 ابو رابسي 5 كوردوني 0، اذا لي تكون دلتا مستقيم مماس للدائره سي، وهذا المستقيم دلتا يمر من نقطه بي، بالطبع بي اللي كتولد خارج الدائره. اذا اون ايكواسيون كارتيزيان، اون ايكواسيون كارتيزيان دو دلتا اي
إذا نعلم أن كل مستقيم في المستوى له معادلة ديكارتية على شكل ماذا؟ AX plus BY زائد C تساوي صفر. أفيك علما أن إذا معادلة ديكارتية للمستقيم دلتا تكتب على شكل ماذا؟ AX plus BY plus C تساوي صفر. أو B و C أعداد حقيقية. اللي كتحقق أفيك أنو حصلت هنايا أن الزوج AB différent de 0, 0. علما أن الزوج AB كيخالف 0, 0. قلنا ما يمكنش يكون في أن واحد A تساوي 0 و B تساوي 0. إذا عندنا نقطة إلى السطر غنشوفو هنا نقطة. لدينا أون إذا عندنا الشرط الأول عندنا B تنتمي إلى المماس. أون B B تنتمي إلى المماس دلتا. هذه يعني هذه. إذا لاحظوا معي بأن ب نقطة تنتمي إلى دلتا، يعني أن إحداثية ب تحقق المعادلة ديال دلتا. نعوض إكس أفصل ب ونعوض إيكغي بكرتوب ب، بما أن ب كتنتمي لدلتا، يعني أن إحداثية هذه النقطة تحقق المعادلة. بتعبير آخر نعوض أفصل ب بإكس ونعوض كرتوب ب بإيكغي، المعادلة تصبح عندنا أفصل ب اللي هو 5 عندنا 5 أ ثم ب صفر هي صفر زائد سي تساوي صفر. هنا غادي نخرجو نستنتجو سي، هذا كيعني أن سي تساوي لنا ناقص 5 أ. إذا لقينا سي هي ناقص 5 أ، وبالتالي معادلة دلتا دونك اون إيكواسيون كارتيزيان لدلتا. إذا المعادلة ديكارتية دلتا تكتب على شكل AX زائد BY C اللي هي ناقص 5 A. إذا حسبنا على معادلة ديكارتية ديال المستقيم دلتا اللي فيها المجهولين اللي هما A و B، وعين عوضنا C بقيمة ناقص 5 A لأن B تنتمي إلى دلتا. هذه حسبنا معادلة رقم واحد، هذه معادلة رقم واحد. لا غنمسحو السطور هنايا، إذا واضح السؤال غنمسح ممكن. إذا حددنا في السؤال السابق، الجزء السابق حددنا المعادلة دلتا قلنا هي على شكل AX بلوس BY ناقص 5 A إيتيكال زيرو. إذا وجدنا المعادلة ديال دلتا كيف لاحظتو AX بلوس BY ناقص 5 A تساوي صفر. هذه معادلة غنسموها معادلة رقم واحد. ونعلم أن عندنا نقطة ثانية هو لا ديستونس بين أوميغا ودلتا يساوي شعاع. نعلم أن قلنا في معطيين خير المعطيات، المستقيم دلتا هو مماس للدائرة، هذا كيعني بأن المسافة الفاصلة بين مركز دائرة والمستقيم كيساوي الشعاع. وعيد بما أن المستقيم دلتا مماس للدائرة سي، إذا هذا كيعني بأن المسافة الفاصلة بين أوميغا والمستقيم دلتا هذه المسافة تساوي لنا شعاع. إذن المسافة الفاصلة بين أوميغا والمستقيم العمودي هذه المسافة هذه كتساوي الشعاع. المسافة بين أوميغا والمستقيم دلتا تساوي لنا شعاع دلتا أ أو دلتا ب. إذا عندنا حنا اللي مثلا بحثوا على معادلة دلتا أن ديسونس أوميغا دلتا كيغير أ كار la droite delta est bien tangente au cercle C, et qui veut dire un araka diel. Mais araka diel, l'hissab l'hissab masafa bien la nokta ou moustaqim, et tabiq araka tsaliya, et n'a oudu ihdatiya de omega, le moustaqim, delta. Omega d'aim a'n d'hawa had sefer, et n'a oudu hafi mu'adala diel, diel delta yihna. Il a n'a oudu x, wahel, et n'a oudu y, صفر. أوميغا بالكوردوني ان زيرو. إذا تحدي المسافة الفاصلة بين أوميغا والمستقيم دلتا، كنعوضو هاد إكس هذا كنعوضو بواحد، كنعوضو إيكغي بصفر. تولي عندنا إكس يعني سيتادير أ، أ في واحد هي أ، زائد ب في صفر هي صفر، ناقص 5 أ، على جذر مربع ماذا؟ أ أوس 2 ب أوس 2. دونك هذه هي العلاقة اللي كتخلينا نحسب المسافة بين أوميغا ودلتا. دونك سي فالور أبسولي دو
A moins 5A, quotienté par la racine de A carré plus B carré. Et ça, on a. هذه المسافة تساوي لنا الشعاع، الشعاع عندنا في المعطيات الشعاع اللي هو 2 جذر 2. دونك هذه العملية اللي تكافي كيف هذه كو فالور ابسولي كون ديال A موان 5 A هي موان 4 A إتيكال A 2 راسين دو 2 فوا راسين دو A كاري بلس B كاري. دونك هذه العملية A ناقص 5 A اللي هي قيمة مطلقة ناقص 4 تساوي 2 جذر 2 ضربة في الراسين دو ا كاري بلس بي كاري تو كافي. عندنا هنا ناقص قيمة مطلقة ناقص 7 ا هي 4 قيمة مطلقة ا. نعلم ان القيمة المطلقة ناقص 7 ا تساوي قيمة مطلقة ناقص 7 في القيمة المطلقة ا هذه هي 4 دونك قيمة مطلقة ا هي اللي تبقى هنايا. دونك قيمة مطلقة فالور سو دو موان 4 ا سي 4 فالور سو دو ا ايتيكال هنا عندنا 2 راسين دو 2 فوا راسين دو ا كاري بلس بي كاري. دونك إيكيفوا دير جونليف لي دو أو كاري لي دو مومبغ دو كاليتي هذا ندير أوس 2 نرفع كلا الطرفين إلى أوس 2 إلى عندنا 16 ا أو كاري كذا. نعلم أن جذر مربع رفعنا جذر مربع ا أوس 2 فهي ا أوس 2. دونك عندنا 4 أوس 2 16 قيمة مطلقة ل أوس 2 هي أ أوس 2 تساوي هذا أوس 2 4 في جوج هي 8 هنا هذا أوس 2 هي عامل ل أ كاري بلس بي كاري. إذا لعبنا المربع دخلنا كنتخلصوا من الجذر يكيف غادي اللي عندنا 16 أ كاري موان 8 أ كاري إيتيكال هنا 8 أ مربع كنشوف الطرف الثاني تولي ناقص 8 أ مربع تبقى عندنا 8 بي كاري. أخيرا غنلقاو تكافي 16 ناقص 8 هي 8 ا كاري إيتيكال 8 بي كاري. هذا إيكيفوا دير ا أوسي 2 تساوي بي أوسي 2. وفي الأخير نحصل على التكافؤ الأخير تكافي أن ا كاري إيتيكال بي كاري سيتادير كو ا إيتيكال بي و ا إيتيكال موان بي. لاحظوا معايا هنايا عندنا ا أوسي 2 تساوي بي أوسي 2 هذا كيعني كيكافئ بأن إما أ تساوي ب أو أ تساوي ناقص ب. إلا حصلنا على أ تساوي ب أو أ تساوي ناقص ب. دونك لوتيم عملية إذا حصلنا على أ تساوي ب أو أ تساوي ناقص ب وغادي سي سي أ إيتيكال ب دونك ليكواسيون سي ألوغ ألوغ ليكواسيون أ هل المعادلة تستلزم أم ليك؟ Ça va entraîner quoi? Donc, on va si A est égal à B, alors on va remplacer A par B, c'est-à-dire l'équation devient AX, il y a BX, puis je fais un B, on a un dos, on a A, on a un A, on a un dos à B. C'est-à-dire qu'on a BX plus BY, tout le monde a comme ça, B est égal à 0. Mais oui, انا عوض القيمه ديال ا ب دونك هذه تولي عندنا بي اكس هذه غتبقى عندنا بي اي كي هنا نعوض ا ب هي موان 5 بي ايتيكال 0. اذا اون سيبوزي نفترض بما ان اور اون ا دي اور اون ا دي كو لو كوبل ا بي ديفيرون دي 0 0 اذا قلنا في المعطيات الاوليه بان الزوج ا بي يخالف 0 0 هنا بو فيكسي لي زيدي اون سيبوزي اون سيبوز دونك Or, A B différent de 0, 0, donc on suppose par exemple, donc on suppose, 9 tarif, on suppose par exemple, que B est différent de 0. Et donc, nous avons dit que nous avons dit que A B est 5, 0, 0, et donc 9 tarif maintenant, que B est 5, 0. أنا قلنا A B يخالف صفر صفر يعني أن A تخالف صفر أو B تخالف صفر. حنا غنفترض B تخالف صفر. إذا افترضنا أن B ديفيرون دو زيرو غنرجع للمعادلة دونك عندنا الحق نقسمو هاد الطرف على B وهاد الطرف على B يعني نعملو هنا B ونختزلو. إذا عندنا حق الاختزال هنايا أصبح نقسم كلشي على B تولي عندنا X دو X بلوس نقسم كلشي على B نقسم على B
نشتيها نقسمها على عدد يعني موانسين كتجمع زيرو. Donc, on a trouvé la première équation cartésienne, par exemple, de delta 1. Et nous avons la moindre des quatrièmes ou là, dit le menace, dit qu'un pistolet. Donc, la moindre est x plus y, la question c'est de savoir ça. Donc, la halle tania, on a si il y a qu'un a, si a est égal à moins b. Il y a qu'un a est égal à b, nous avons la moindre là, on trouve la halle tania, il y a qu'un a est égal à moins b. Alors, quand il y a là, alors, l'équation 1, entraîne. Nous avons une moindre là, la moindre, ça veut dire. نعود A موان B تلعنا هنا موان B موان BX تلعنا هنا BY ثم تحصل هنا يا plus 5B كده يلا زيرو لاحظوا معايا هنا عوضنا A موان B إذا عوضنا A موان B موان مع موان تلعنا موان مع موان سي بلس دونك بلس 5B كده يلا زيرو إذا دائما نفترض أن سيبوز كو دائما نفترض بأن سيبوز كو B différent de 0. Mais il y a une moindre norme. Et la moindre se fait, on a half de soi la B, il y a une moins X, plus Y, plus 5, et puis il y a 0. Et là, on peut faire un chiffre moins 1, c'est-à-dire l'équation, il y a X, on va multiplier les deux membres par moins 1, on obtient quoi? X moins Y, moins 5, est égal à 0. Là, on a un chiffre, on a un chiffre, لاحظوا معايا إذا كانت إكس أخذت إكس قيمة 5 أخذت إكس قيمة 5 تولي عندنا إيكال تساوي صفر لأن 5 ناقص 5 صفر إذا إيكال تساوي صفر وأخذت إكس القيمة صفر أخذت إكس القيمة صفر هنا صفر دونك إيكال هي 5 هي إيكال هي 5 إذا لون الماس ديال الدائرة أمام النقطة بي ثم الماس الثاني غنعوضو إذا كان إكس تساوي 5 نخلينا x سي x تيغرا 5 دونك y تيغرا 0 إذا كان x تيغرا 5 دونك y تيغرا 0 سي تادي سيل دروات إل باس باغ لو بوان بي إي أون بلوس سي x تيغرا 0 نخلينا x تساوي 0 دونك y تساوي عندنا y تساوي ناقص 5 هادي y تساوي ناقص 5 إذا المستقيم هو هذا كيبان من بي اللي هي 5 صفر كيبان من النقطة الاحتياجيات 0 موان 5 0 موان 5 هي النقطة هذه إذا هذه المعادلات حصلنا عليهم بهذه الطريقة ونتمنى لكم وضحت طريقة تحديد معادلة ديكارتية لدائرة ومارين من نقطة معلومة خارج الدائرة إذا فيديو آخر غنشوفوا نقطة أخرى إن شاء الله ونحاول ندير لها لديتاييها وفقكم الله